يتجون متراجع للخلف. ايضا يتقدم فتاي في الكره الماضيه محمد عبد الرحمن يلعب كره قويه يا سلام، هدف ثالث لمصلحة منتخبنا الوطني عن طريق محمود عبد الرحمن، باغت فيها حارس المرمى، سدد كرة بشماله، هدف ثالث لمصلحة منتخبنا الوطني. كرة ممتازة تماما، لاحظ معاي، سدد كرة عانقت الشباك البوركينية، هدف ثالث لمصلحة منتخبنا الوطني عن طريق محمود عبد الرحمن. ثلاثة أهداف لمصلحة منتخبنا الوطني مقابل هدف واحد لبوركينا فاسو، هدف جميل تماما لمصلحة محمود عبد الرحمن، سدد كرة قوية.